قال شو تركوا قيمة الكباية. ليش الكباية عندها قيمة ومشاعر؟ يعني إذا شربنا كل الموجود فيها بتزعل وبياخد على خاطرها. وتركوا قيمة الكباية يعني حتى ما يقولوا فجعان أو فجعانة. طيب إنه إذا ضيفتوني شيء وناطرين تترك قيمة الكباية أو الصحن وناطرين تتشوفوا إذا فجعانة أو لا، ما تضيفوني أصلا. على كل حال ما رح أترك لا قيمة الكباية ولا قيمة الصحن، ودبروا راسكم. مع تحياتي من ومضة، مشلين حبيبي.